بقع الناس الغالية قناة بوشعيب والضوياء. قولي لي، ما شي حد في البيت ولا غيب وحدها؟ لا غيب وحدها، واحد البيت مخايرة. اياي لك، شتي شتي تدعي وغيب الخلا وانتو ما تزيدوا عاد فوكنينيك. ايوا باز ارا لا زي دير ربي في خاطرك. واش قولي تبارك الله، واش واجدين غير تزقيو على بنادم؟ يا راه كان داها مسكينه للسبيطار وجات واحد السيده الله يكثر خيرها بحال وجهك تعرفو، قالت له والو نديوها لبوكنينيك والخساره عليا. ايوا هي اللي تكلفت مسكينه، واش حنا بعدا نقدو عليه؟ شتي لك تبارك الله، شكون هادي؟ واش عرفتها انا باش نوريها لك انتي؟ سعيد اللي يعرفها قلت لك. شوفي ما تقولي له شي يوريها لنا لكون تخلص علينا حتى احنا العمليه هنا. ايه لالا الزهيه، واش تفيك انتي تبغيتي ديري العمليه؟ الله يهديك. ايوا ما نعرف ندير على السكر ولا على الطانسيو، المهم ندير، راني حاسه بروحي كي والو هاد الايامات. ولالا الزهيه، فين عمرو سمعتي يديروا العمليه على السكر ولا على الطانسيو؟ ديري عقلك، الله ينعل الشيطانيو. كيتك روحي روحي، واش تعرفي انت؟ قال لك بوكنيني كيديروا على كل الشرا غير الفلوس. ايوا عيش نهار تسمع اخبار وما يسواها. ايوا واش تا قلتي؟ واش تنقول لالا الزاهيه؟ واش عندي شي ودسيت عليك؟ يا واش انا نطمع فيك؟ قلت لك زعما هذه مولات الخير. يا قلت لك ما نعرفهاش، يعرفها سعيد. صافي صافي درك نقولها له ليه. ايوا خليها غير تسلك الحريره ديالو الاول وقولي اللي بغيتي. رانا كاع بغينا نقولوا، رانا كاع مراض والله الا. احنا وصلنا سيدي. الله يو 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 يو. مبروك مبروك بزايد الرزق ان شاء الله. يبارك فيك خالتي الزاهيه. تربيها بلا معيشة ان شاء الله، الله يسخر لك فيها. بارك الله فيك خالتي. ايوا كي راكو ناويين تسميوها؟ والله الا عاد ما قررناش هاد الساعه. انا نقول لكم بصح دبر راسكم. ها قولي ترى لالا الزاهيه. هاد العدوده زاد تفسير الميلود. ايوا سميوها ميلوده، هكا كانوا يديروا بكري. اللي زاد في رمضان يسميوه رمضان، اللي زاد في العيد يسميوه العيد، واللي زاد في عاشور يسميوه عاشور. ها واللي زاد في سيد الميلود يسميوه ميلود، ولا اللي زاد في الجمعه يسميوه بوجمعه ولا لا عيشه. ايوا هاد الشي كان فوقتكم. انا لالا الزاهيه بنات اليوم ما يبغيوش هاد الشي. يا مالي انا واش شرفت ولا كاين بالك؟ اشي بنت اليوم تايا انا ولا متو دفنتوني وانا لا اخبر؟ لا لالا الزاهيه حشومه، غير بغيت زعما نقول لك هاد البزات ديال اليوم يبغيو دوك السماوات ديال التلفزيون. يا خلا دار على السماوات التلفزيون، ما عليهم لا سر لا ملح. ايوا كلها وقتو. ها قولي لي يا بنتي، جا شي حد قبلنا ولا ما جا حد؟ لا ماما جاو، جاو حباب سعيد، جوج نساء عمومو وعمتو وجوج خوالاتو، وجاو شي صحابو شي نساء ديال صحابو وواحد صاحبتي. المهم جاو بصح غير دخلو وخرجو. ايوا مزيه مزيه، اجاهم الخير. ها شوفي الا جابو لك شي دانون جيبي ندي لدوك الجنون دياولك، راهم تما قلبو الدار. يا ابني عمي يا ابني عمي، ما نعرف كي راكي دايره معاهم. ها هما كماما تما في البلاكار دي كلش، لا العصير لا الحليب، انا ما ناكلش داك الشي. ما عندك ما ديري بيه، كولي الحاجه الحاميه واللي فيها الجهد. باش ديري الحليب؟ راني جبتك شويه تقنت مع البيض المسلوق والتيرمو ديال لاتاي درت لك فيه العشوب. واخا شكرا ماما ربي يحفظك. يا حفكرتيني كاع نسيت. الو ماما. ها شوفي سعدي بنتي، نسيت ما وصيتكش على تقنت، راه تما في الكوزينه غطيتها بواحد السربيته حتى تبرد. بغيت نوصيك حدي مع دوك القرطيطه ديال خواتاتك، يجيو يجلسوا عليها والله غير يضربوا بها النص. لا اكثر، يا ديك الغوله ديال شيماء من تحكر لها ما تنوش حتى تكملها. صافي ماما كوني هانيه. ايوا قولي لي كوني هانيه، والهي مع داك المشقوف حتى تلقايهم سراوها. ما تخافيش غادي ندخلها لبيتكم باللعب الساروت كحسن. ايوا ها الله يرضي عليك. احكي رديتي عليه ولا مازال؟ رديته ما قراش اما نبلع. ها شتي اللي ما ترديش فيه السع؟ حيكون قطع ليا سمشه. ايوا ماما اللي فيها الخير غادي يديرها ربي. وروحي روحي لبدا روطان. لا غيم والخدمه ديالها عطى لها الخدمه بزاف، وقلت لها قولي له يا تبقى تعطيني الخدمه بزاف زيد لي في الخلصه. خيار واهي ويزيد لها، الا ما بغاش نمشي معاها نهيب عليه. عزيزه عليا عندك ديك لي الشيره. لله لله للعمتي الزاهيه قاش مدا النهار كبير هذا.
يا مبروك يا امي مبروك، تربيوها بالمعيشه ان شاء الله. الله يرحم لك الوالدين، تشبه لي وياكي. يا ولدي عاد ما تبانش بصح تكون تشبه لك، الا ما شفتش لباها لمن تشبهها يا يجدور. تبان لي حروفها زينين يكونوا غير دياولك. احم احم، كيفاش حروفها زينين يكونوا دياولك يا لاله الزاهيه؟ وكي جيناك حنا يا مالكي، واش قلت شي عيب تانتي؟ حروف سعيد زينين، كل شي فيه مسبوك. يا قولي لها قولي لها، الله يرحم لك الوالدين، البدا تعقر بيا. ايوا ها، شكون غادي يسكتو دروك؟ امالك يا خالتي عيشه راها بنتي زعما بالسيف تشبه لي. واه يا ودي واه. هاكي يقولوا لك يا سعيد، افين راها امك مالها ما جاتش؟ لا خالتي الزهية تغدى ابصح تهوى يشرع باش تقى منسي باش تمونسي ويا اسمه. اخ يا ريوا، مزيه مزيه. احق هذيك اختك عطيتوها ولا مازال؟ هيا اسمع، عطاوك شي ولا والو؟ واش تيعطيوني ماما؟ شكون يعطيني؟ غيب شوية صاحبتي، بقى يسمع لي داك مش الخلا. الرقابة صاحبتي الرقابة، عطاوك شي زرورة للبنت ولا والو؟ واه كلها شحال عطا الله. واه ماما كلها وشحال عطا، الله يخلف عليهم. ايوا فين راهم؟ جيبي ندسلك. راه كلشي عند راسها تبارك الله. ها قولي لي، شافهم داك مش الخلا ولا ما شافهمش؟ لا ماما ما شافهمش. ايوا مزيه مزيه، نجمعهم بعدا ندسهم لك. غادي يشوفهم يخازرهم ويقول لك جيبي ندير بهم السبوع. واش تا فيها ماما؟ راه ما عندوش مسكين. تقعدي تقعدي من تما، انت اللي مسكينه. هادو فلوس البنت ما تخدشي فيهم لا انت لا هو. اعطي البنت ترضع نمدها لك. عاد رضعت غير حطيتها وانتم ما دخلتو. ايوا ديري لها الهيه باش ما تولفهالكش يا بعده، والله الا تعاون. لا لا، عندها كيما ديروا لهاش الهيه، تعلموها لك دوب بدروك، تعطيو لها تمص في الجلد تضعف لها القلب. امين جبتي هاد الهضره لاله الزاهيه، والله الا تعاون في التربيه. يا انا بناتي بربعه عطيتها لهم تربى وكيلا ما نات. ايوا كانت من تضر لي يخرج عقلي معاها تنصيبها. لا ما تعطي لها بولهاية، عندها الحق عمتي الزاهية، أعطي لها الصح. واش تعطيو لها الهواء؟ إيوا ها لاله الزاهية، ما صبتي ما ديري. يا سلط لعندي ياه، أنت خاطيك مشغول بونسوان، وأنت حنا راه فاتوا علينا البز ماشي جبناهم بالسما. روح الفرماسية نجيب لها وحدة وديها لأمك تسلقها ولا ليمان، وجيب البنت باش تلها. ييو ويا ويلي، من تشدي في الهضرة ما كان لي يقلع حالك بالفم. ايمان الميساج من عنده، شوفي شوفي وشنو قال، راكي عارفه الفضول. السلام عليكم الانسه ايمان، بغيت نقول لك باللي انا معجب بك، وبغيت نقصد بابكم، وبغيتك تكوني مراتي على سنه الله ورسوله الا قبلتي بطبيعه الحال بلا لف بلا دوران. انا سميتي مصطفى، دكتور، العمر ديالي 47 سنه، والاب لطفلين بنت وولد. الام ديالهم ما جابش ربي النصيب معاها وتفارقنا، وانا اللي ديت الحضانه لحقاش هي اختارت تمشي لخارج المغرب. الولد عنده 13 والبنت عندها 14، ولادي مربيين ما غادي تلقاي معاهم حتى مشكل. مره مره كتجيهم ديك ازمه المراهقه، ولكن فتره وتفوت. وإلا وافقتي ما يخصك معايا حتى خير. والله الا كنت عارفه صاحبتي باللي كبير تقريبا كد بابا، ما بيناتهم والو. تي انا ما لقيت ما نقول لك. ايوا باش غادي تجاوبيه؟ اختي اكرم، واش راكي تقولي فيها بصح؟ اكيد لا، واش انا عمري 21 عام ونتزوج مع واحد عنده 47؟ لا علاقه. وزيد بزياده ولادو اللي معاه راهم في فتره المراهقه، والله ما نسلك معاهم. لا 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 يمكن. ايوا بداي بيها ردي عليه قبل ما يطمع. بصح كي ديري تسلكيها مع خالتي عيشه؟ اختي ماما باغيه غير تقبضني من ما كان، ما تشوفش كاع الامور الاخرى، ولكن انا نعرف مصلحتي فين كاينه. وزيد كيقول المثال، مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. غير لحقاش طبيب نتنازل على باقي الأمور. لا أختي ما مسلكانيش. إي والله يسلكك غير مع خالتي عيشة، أما الباقي كل شي سهل. سجليلو سجليلو. أكيد ضروري. السلام عليكم يا دكتور، اسمح لي بزاف، أنا هاد الساعة راني باغية نكمل قرايتي ونوصل الخدمة اللي راني باغياها، ومن بعد عاد نفكر في تكوين أسرة. وانت الله يلاقيك بنت الناس اللي تناسبك. صافي قلتي داكشي اللي خاصو يتقال بلا مضيق في الهضره. خير الكلام ما قل ودل. ياكي
تفرج فينا وما تندم. مش عيب والداوية الفراشة نافية. مش عيب والداوية والحالة زاهية. مش عيب والداوية سلسلة نافية. مش عيب والداوية كيفاش وعليا. اليوم نجيب لكم قصة جديدة وخبر. مرحبا بكم في دار مش عيب والداوية. مش عيب والداوية الفراشة نافية. مش عيب والداوية والحالة زاهية. مش عيب والداوية في سلسلة نادية. مش عيب والداوية كيفاش جوا عليا.